قال المؤلف رحمه الله: بفعول فاعل نحو كبد. بسم الله الرحمن الرحيم. من جموع الكثرة فعول ويجمع عليه فاعل نحو كبد وكبود ونمر ونمور، وذي فعول فاعل نحو كبد يخص غالبا من الغالب من غير الغالب نمر ونمر، وقال بعضهم نمر هي نمور لا فرق، لكنه قصرها، بدل يقول نمور قصرها، ويقع هذا في العربية نمر. وكذلك منه المار. ثم استغفر الله. قال رحمه الله: كذاك يا الطليل في فعل اسم مطلقة، فعل اسم نحو، فعل اسم مطلقة نحو كعب وكعوب مطلقة مفتوح الباء ومضمومه ومكسوره، مفتوح الباء ككعب وكعوب، وفعل كضرس ودروس، وفعل كجند وجنود. أنا قوله كذاك يطلب فعل اسم مطلقا خرج باسم الصفة لا يجمع عليه حلو ولا صعب ولا جلف، لأن أصل هذا هو فعال فعلا حصل. كذاك يطلب فعل اسم مطلقا، قال وفعل كذلك يطلب في فعل نحو أسد وأسود وذكر وذكور. ثم قال له وإن فعال، له يعني لفعل، وإن فعال فعلان نحو فتن وفتيان، وإن فعال كحوار وحيران وغراب وغربان وغلام وغلمان. أنا قوله وفعل أي فعل أجعلها من جهتين، جعلها مع فعول وجعلها مع فعلان، هذا أحسن ما فسر به كلام ابن مالك. وفعل له وللفعال فعلان حصل وشاع في حوت فعل معتل العين. مرحبا 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 حيك صحة السلام الله يسلمك. الله يجزيك خير. الله يجزيك الله يسلمك. الله يطيبها. الله يبارك. الله يسلمك. الله يسلمك. الله يسلمك. الله يجزيك خير. الله يسلمك. الله يسلمك. وشاع في حوت فعل وفعل، فعل معتل العين معتل العين، وفعل معتل العين كذلك نحو حوت وحيتان ونون ونينان وغول وغيلان، وفعل كغار وغيران ونار أعوذ بالله منها ونيران وقاع وقيعان وتاج وتيجان. أنا قوله ماذا وشاع في حوت وقاع مع ما ضهاهما وقل في غيرهما سمع صوار وصيران، صوار وصيران وغزال وغزلان، هذا قليل. وليم وليم ذكر نعم وليم وولمان، هذا قليل. وفعلا اسما وفعيلا وفعل غير معل العين فعلا انشمل. فعل فعلان من جموع الكثرة يجمع عليه فعل، فعلان من جموع الكثرة فعلان يجمع عليه فعل كظهر وظهران. وفعل اسما وخرج الوصف لا تقول في صعب لا يجمع هذا الجمع. وفعل اسما وفعيل كقضيب وقضبان ورغيف ورغفان. وفعل اسما وفعيلا وفعل كذكر وذكران. اشرح غير معل العين، فإن كان معل العين لا يجمع هذا الجمع. نعم.
كضيف. ولكريم وبخيل فعلا ولان نعم فعلان شمل فعلان شمل فعلان شملت هذه نعم فعلان نعم ولكريم وبخيل فعلاء كريم يجمع على فعلاء كريم وكرماء وبخيل وبخلاء ويطرد في كل وصف لمذكر عاقل غير مضاعف ولا معتل لا سواء كان بمعنى فاعل ككريم وكرماء أو مفعل كخليط وخلطاء من المخالط أبوي مفعل أو مفاعل أو مفاعل مفاعل الله أعلم مفاعل كريم وكرماء وخليط وخلطاء ومفعل مفعل كمخالط يطرد في كل وصف لمذكر عاقل ليس مضاعفا ولا معتلا اي وصف مثل كريم وكرماء وصالح وصلحاء وعاقل وعقلاء خرج الوصف الاسم لا يعجب على الجمع وخرج بالعاقل نحو مكان فسيح وكذلك خرج وصف الأنثى لا يجمع على الجمع وخرج المضاعف كلبيب لا يجمع على الجمع وذليل لا يجمع على الجمع وكذلك خرج المضاعف كولي وغبي وذكي لا يجمع على الجمع وهو قوله ونابى عنه أفعلاء في المعل لا من ومضعف وغير ذاك قل ونابى عنه أفعلاء في المعل لا من تقول ولي وأولياء وغبي وأغبياء وغني وغنياء والمضاعف تقول ذليل ولله ولبيب ولباء أما قولي وغير ذاك قل سمع هين وأهوناء هين وهي ونصيب وأنصباء قليلا فواعل لفعل وفعل وفاعل مع نحو كاهل وحائض وصاهل وفاعل شذ في الفارس مع مماثل قال فواعل يجمع لهذا الجموع فوعل كجوهر وجواهر وفاعل كخاتم وخواتم لفعل وفاعل وفاعلاء كقاصعاء وقواصع ونافقاء ونوافق وفاعل نحو كاهل كاهل وكواهل وجابر وجوابر اقرأ وحائض وصف لأنثى حائض وحوائض وطالق وطوالق اقرأ وصاهل وصف لغير عاقل صاهل وصواهل نعم اقرأ وفاعلة للأنثى كصاحبة وصواحب قال النبي صلى الله عليه وسلم كنا صواحب يوسف وفاعلة وشذ في الفارس وصف لعاقل يقل ويجمع نحو فارس وفوارس وهالك وهوالك وناكس ونواكس وترك رحمه الله تعالى فوعلة كزوبعة وزوادع وصومعة وصوانع فما أقول فواعل لفعل وفعل وفعل مع نحو كاهل وحائض وصاهل وشذ في الفارس مع مثلا جمعوها قالوا فواعل يطرد في غير وصف لعاقل مما ثانيه ألف زائدة أو واو غير ملحقة بخماسي هذا يجمعها جميعا فاعل لغير فواعل لغير فاعل المقصود به وصف لمذكر عاقل لا يطرد فيه مما ثانيه ألف زائدة كجابر أو واو مثل جوهر غير ملحقة بخماسي هو إذا كانت ملحقة بخماسي لا يجمعها جمع نحو خورنق ثانيه واو ملحقة بسفرجل لا يجمعها جمع تقول في خورنق خرانق هذا يجمعه جميعا وبفعائل اجمعان فعاله رائع بن مالك وبفعائل اجمعان فعاله هذا البيت جاء به بعشرة أشياء
وبفعائل اجمعا فعاله وشبهه فعاله وشبهه فعاله تجمع خمس اشياء فعاله ذلل فاءها ذلل عينها تقول فعاله كسحابه وسحائب وفعوله كركوبه وركائب وفعيله كصحيفه وصحائف وفعاله كذؤابه وذوائب وفعاله كعمامه وعمائم خمسه وذسائل او مزاله مزاله كشمال وشمائل وشمال وشمال الريح وشمائل او شمال الطبع والسجيه وشمائل وفعول كعجوز وعجائز وعقاب عقاب وانثى العقاب وعقائب وسعيد يا سميت امرأة سعيد وسعائد أنا قوله وبفعائل اجمعا فعالة وشبهه يتائن ومزال أقرأ وبالفعال والفعالة جميعا قال من جموع الكثرة الفعالي والفعالة ويجتمعان ويفترقان يطرد الفعالي فيما كان على وزن فعلوة كعرقوة وعراقل وفعلاه كموماه صحراء وموامن وفعلية كهبرية وهبار وفعالية وما حذف أول زائده كحبنطى وحباط وعفرنا وعفار حبنطى فيها زائدان النون والألف إذا حذفت أولاهما تقول حباط وإذا حذفت آخرهما تقول حبانط وكذلك يطرد في فعلاء اسما كصحراء وصحار وفعلاء وصفا لمؤنث لا مذكر له كعذراء وعذار وما كان آخره ألف للإلحاق نحو علقى وعلاق علقى أو للتأنيث كحبلى وحبال هذا كله في فعالي الفعالة يشاركه في فعلاء اسما اسما كصحراء وصحارى ووصفا لمؤنث لا مذكر له كعذراء وعذارى وما كان آخره ألفا كعلقى وعلاقى وحبلى وحبالى وينفرد الفعالة ينفرد الفعالة بنحو فعلان كسكران وسكارى وربما ضم أوله قالوا سكارى وينفرد الفعالة في قديم وقدامى وأسير وأسارى وينفرد الفعالة في أيم وأيامى ورئيس مصاب في رأسه ورآسى ليس الرئيس السيد ورأس الله أنا أقول وبالفعال والفعال جمع صحراء والعذراء والقيس اتبع أقرأ اجعل فعالية لغير ذي نسب كرسي كرسي اسم ثلاثي ثانيه ساكن آخره ياء مشددة ليست للنسب يجمع على الفعالي ككرسي وكراسي وقمري وقماري وكركي وكراكي ومهري ومهاري بخلاف تركي الياء مجددة للنسب لا يجمع على الجمع والألف عالي يلي غير ذي نسب جددك الكرسي تتبع على المعنى